بكلمة ما بدي طول فهمت. عبد المنعم عمير الممثل يساوي ماذا؟ معلش كلمتين ثلاثة طيب مو أهبل حنون ومو أجدب عرفت كيف؟ وبالمناسبة يعني الدموع والحزن والطيبة مع الأسف تمام صارت صارت شيء سخيف سخيف بهذا الوقت مع الاسف اول شيء بيخطر على بالك اهم دور عملته لهلا شو هو بعتقد غدا نلتقي السنه الماضيه ابشع دور عملته ما بتنسى شو هو بمسلسل اسمه صايعين ضايعين أوف. احلى دور عبالك تعمله مش احلى دور عبالك تعمله دور الحقيقة هن شخصيتين دورين آه عندي أمنية وإن شاء الله بتتحقق لأنه تم الحديث عنّا بفترة معينة آه شخصية سلطان الطرب جورج وسوف سيرة حياته طبعاً بيبقى موافقته هو عنه إن شاء الله وشخصية بليغ حمدي عندك جراعة اللي دور مين اللي شفته على غيرك قلت يا ريته لإلي دور تمنّيته يكون إلي بس لو انا عامله ما حيطلع احسن من اللي عمله بكل تواضع مين شخصية الملك فاروق اللي عملها تيم حسن هذا شعبي واصولي وجذوري اللي انا بتشرف فيه كل عمري وبوجه تحية لكل حدا بيراسلني وبيحكي معي ان كان من رام الله او ان كان من غزة او ان كان من اي بقعة ان كان بال بال يعني بالاماكن اللي فيها الاحتلال الاسرائيلي او المناطق الاخرى. أنه حق بفلسطين او الشعب الفلسطيني يكون شوي عنده آه... اخذ اخذ موقف منك انه لما نعرف عنك نحن بالاعلام بنقول الممثل السوري بس هو فعليا انت الممثل الفلسطيني ومش السوري. الفلسطيني السوري. بس خليني اقول انه انت الاصل فلسطيني، اليوم انت بيك فلسطيني. مم. طبعا. صح؟ والدتي سورية والدك سوري، والدتك سورية، بس اليوم أنت فينا نقول فلسطيني، اليوم ليه ما, ليه ما نشغل على قصة إنه الممثل الفلسطيني آه... عن حضرتك؟ أنا دائماً بحب أقول الممثل الفلسطيني السوري أو الممثل السوري الفلسطيني، بس يمكن لأنه أنا عشت بدمشق وتربيت بدمشق وما زرت طبعاً فلسطين نتيجة الظروف بتعرف اللي موجودة هو حلم يحلم حلم يحلم فلسطين وبعد شوي بنحكي لك شو يعني حلم بس انا في كثير ناس ما بيعرفوا ان انت فلسطيني انا انا فلسطيني وعندي الباسبور الدبلوماسي منحني اياه رئيس عباس طبعا, طبعا و يعني طبعا. يعني الفخر اني اكون فلسطيني وما كان في مجال ينحكى بس انا عبد المنعم مع عمايري معروف بكل الدنيا اني يعني انا من اصول فلسطينيه ومن جذور فلسطينيه فيني انا كب شفرة تبعيتي ورجع أوكي لها. ما عبالك تزور فلسطين ليش أه شوف فلسطين بالنسبة لإلي من وأنا صغير كنت لما ننجح يهدونا خريطة فلسطين الكاملة صحيح من الأول للبكالوريا فضة نحاس أحيانا ذهب فمجمعين فكانت حلم يحلم فلسطين حلم يحلم فجأة فلسطين صارت حبة حمصة وحبة فاصولية بتحس الشكل يعني هذا ما عاد ركب معي، يعني انت خليني بفلسطين الكامله، انا طبعا ان شاء الله بتمنى 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 زور رام ولا زور القدس ولا زور غزه ولا بتمنى يعني هذا حلم لالتقى لا فيهم هيك فيس تو في فيس والمسهم وامسكهم وشمهم يعني عبد المنعم شو اول شيء بتعمله اذا بتروح على فلسطين؟ اول شغله، اعطيني شغله واحدة لو سمحت اول شيء بدي اروح على المسرح اللي برام الله زوره لانه فيه اصدقاء التقيت فيهم بمهرجانات عربيه وكنت دائما نحكي ونحكي ويحكوا عن عن هذا المسرح اللي انا عندي حلم اعمل فيه مسرحيه عندي يعني حلم اني اعمل مسرحيه بفلسطين